السلام عليكم. اليوم نحاول نجاوب على الأسئلة أعطيتكم إياها واجب. طبعا شوية أسئلة أنتم ناقشيها كلها من الكتاب، هو حقكم أوبن بوك، بس لازم تنتبهون. أنا اللي منطيكم إياه بالنيوتن، ما منطيكم إياه بالباوند، يعني هذا خطأ جدا كبير. الشيء الثاني، الخطأ الآخر اللي يحصل عندكم أن واحد يجاوب لا يدزها الثاني، هل غيره يجاوب بنفسه؟ يعني معقولة ألقى نفس الدفتر عند واحد شخص الثاني بنفس الدفتر ونفس الأرضية ونفس الصورة ونفس الحال؟ ما يصير، لازم ينتبه على الأقل يحل كل واحد بنفسه. احنا نقول هذا واجب حتى نعلمكم شلون تحلوا. السؤال الأول عندنا هنا يقول لك جد القوة المحصلة النتيجة من هاي القوة كلها المؤثرة على جسم موجود في نقطة O. القوة الأولى هي 1200 نيوتن على محور X، والقوة الثانية هي 900 نيوتن حقق الزاوية على محور X 40 درجة، والقوة الثالثة هي 300 نيوتن محقق الزاوية 30 درجة على محور Y، والقوة الرابعة هي 800 نيوتن محقق على زاوية 50 درجة من ناقص X. طبعا هناك حل، وحل اللي حليته بالكتاب هو يعتمد على كل الزاوية يبدي من X من الصفر ويجمع الزوايا كلها ويطلع الساين والكوساين وياخذ عليها دائما المجاور الى هو الكوساين والاعلى هو ياخذ الساين. او تيجي مثل ما قلت لكم بداية السنة، قلت لكم نيجي على كل واحد على حدة بس بمراعاة الاتجاه. فاذا مجموع القوى X ساوينا اول شيء F1 هي موجودة على المحور X زائدا الكوساين مال F2 عند الزاوية 40 هو المجاور بالنسبة للمحور X ناقصا الساين مال قوة X F3 الساين بالنسبة للزاوية 30 ناقصا F4 اللي هو أيضا الكوساين. شوفوا كتبنا بال F4 كوساين 5 قبل ناقص لأن الاتجاهية وعيناها، أو والثاني همتين قوة F3 ساين 30 حطينا قدامها ناقص وعين اتجاه الساين، أو تحل مثل ما حليته بالكتاب مثل ما موجود تجمع الزوايا وتحل. وإذا كانت عندك الزاوية بالعكس من الجانب الثاني تقول أما مثلا هاي أم الأربعين نفوضها صايرة لي فوق بين على محور بين Y و F2 فنقول 90 ناقصا 40 تطلع ان الزاوية 50 مكان هاي القيمة. اما او هاي اذا كانت لي فوق موجودة، او تحل على هالطريقة او تحل على طريقة الكتاب. فنطلع قوة مال مجموعة قوة على محور X تطلع لنا 1225.8 نيوتن. القوة بالنسبة لمجموعة قوة على محور Y، فاول شي نجي عندنا F2 F1 طبعا كله على X، F2 هو الموازي إلى المحور Y هو ساين F2 ساين 40 زائدا F3 كوساين 30. شوف شلون حط الزاد مراعاة الاتجاه السهم مالته إلى الأعلى ناقصا F4 ساين 50 لأن هو الموازي إلى المحور النازل من Y، ويساوي لنا القيمة 224.8 نيوتن. طلعت عدة قيمة، هذا بالنسبة هو الاي الأول مال اكس، وهذا الثاني مال جي بالنسبة للواي. حتطلع قيمة المطلقة مالتهم تحت الجذر تبيع قيمتين يطلع لي 1246.24 نيوتن. أطلع الزاوية هاي قيمة القوة لمحصلة القوة. زين قيمة زاوية المتجه اخذ الانفرس المن للتان انفرس المن للواي على الاكس وتطلع لي القيمة 10.14 درجة. سؤال سهل وما بي صعب، وهذا من الاسئلة تعتبر مهمة لان هو نستخدمها في حلولنا كثيرة. شكرا. السؤال الثاني يريد منك نورمال فورس القوة العمودية، ويريد منك معامل الاحتكاك لهذا الشكل. زين وقال لي بين قوسين الجسم ما متحرك، وقد ما يقول لي الجسم ما متحرك، ف
بس ما مطيني هالنتيجة حركة، معناه هو واقف عنده احتكاك سكوني. زين، عندي يريد من عندي كذلك فراكشن فورس، قوة الاحتكاك، ومطيني قوة الدفع هي 200 نيوتن وبزاوية 30 درجة عن محور اكس بالاتجاه الموجب. نشوف اتجاه رأس السهم متجه الى الاكس الموجب. زين، فهسه نجي اولا نحلل القوة. ايش راح يصير عندي؟ عندي 200 باتجاه اكس و 200 زين كوساين 30 ناقص شنو القوة المعاكسة لي؟ قوة الاحتكاك يساوي لنا القوة الحركية النهائية هي الكتلة في التعجيل. بما انه ثابت، او اذا قال لي سرعة ثابتة، حتى خاف يقول فالسرعة ثابتة، فان التعجيل يساوي لنا صفر، فالقيمة المعادلة نساويها كلها صفر. هنطلع اف فراكشن راسا يقول هو يساوي 200 كوساين 30 يساوي لنا 0.866 بالالف، ويساوي لنا 173.2 نيوتن. نجي هسه مجموع القوى على المحور ومحور واي، ويمثل لنا عندنا اول قيمة هي القوة النازلة الى الاسفل من قوة الدفع، هي جد 200 ساين 30. تشوف اتجاه السهم الاسفل حطينا قدامه ناقص، زائدا القوة العمودية هي عكس الوزن زائدا اف ان ناقصا الوزن اللي يسحب الاسفل، هو جد 150 نيوتن يساوي ان القوة الحركية. طبعا هنا أنا ماكو حركة لان ما قام يقمز الجسم، فالتعجيل صفر، ماكو قوة اصلا، ماكو حركة، عفوا ماكو حركة صار، فالتعجيل صفر. واذا المعادلة راح تساوي لنا صفر. نحل هسه نطلع القوة العمودية، نقول ناقص 200 ساين 30 زائد القوة العمودية ناقص 150 يساوي لنا صفر. اذا القوة العمودية تساوي لنا 250 نيوتن، معامل الاحتكاك اذا راح يساوي لنا اف فراكشن على القوة العمودية، ويساوي 193.2 على 250، ويساوي لنا 0.69. نتذكر ترى ما بي وحدات، لان هو عبارة عن قسمة قوة على قوة. السؤال الثالث، جسم يتحرك في مستوي اكس واي، صار عنده ازاحة، هو الاتجاهية متكئ متجه 2 اي زائد 3 جي، وقوة المؤثرة عليه اي هو 5 اي زائد 2 جي نيوتن. شو يريد منك اول مطلب الاول؟ احسب لي قيمة الازاحة، القيمة بس القيمة مال المتجه هذا، والقيمة مال متجه القوة ايش قد. والمطلب الثاني الشغل المنجز. المطلب السؤال الرابع يقول لك عندك حركة جسم متحرك simple harmonic motion، حركة توافقية بسيطة، مطيني معادلة الموقع بدلالة الزمن. زين، يريد من عندك السرعة الآنية، ويريد من عندك التعجيل الآني، وكل واحد بقى ما تكمل هنا راح ترسمن. من يقول لك السرعة الآنية شو راح تتغير الدالة، يعني شنو قصد الآنية بهيجي حالة، شلون شو نسوي، والتعجيل الآني، وترسم السرعة الآنية رسم مالتها، والتعجيل الآني ترسمه هماتي. شكرا. جواب السؤال الثالث، كلكم حليتوا الشطر الثاني، بس الشطر الأول ده يقول لك جيد قيمة المتجه دي وقيمة المتجه اف، ما عندي ولا طلع قيمة المطلقة، هو الاكس تربيع قيمتها زائد الواي تربيع، هو مطيني 2 اي زائد 3 جي للدي، فنقول 2 تربيع زائد 3 تربيع تحت الجذر يساوي 3.6 متر، والقوة قيمتها المطلقة اما دي مطيني 5 اي زائد 2 جي، بس 5 تربيع زائد 2 تربيع يساوي لنا 5 تحت الجذر 5.4 نيوتن. عاد الشغل شو يساوي لي؟ اف دوت دي، دايما ما عندي قيمة اتجاهية ضابط قيمة اتجاهية. زين، ما دام مطيني متجهات اضرب قيم اتجاهية لان يكون القيمة اضبط، يساوي 5 اي زائد 2 جي دوت 2 اي زائد 3 جي. قلنا كل شيء مشابهات بالدوت هو معناه يساوي لنا واحد، وكل شيء مختلفات معناه يساوي لنا صفر. فخمسة في 2 اي 10، واثنين 5 اي في 3 جي صفر، واثنين جي في 2 اي صفر، واثنين جي في 3 جي هو 6. فاذا يساوي لنا 6 زائد 10 هو 16 جول
وهذا حل السؤال الثالث. هذا السؤال عاشت ايدكم كلكم حليتوه صحيح، بس وجان ما يد واحد يغش على الثاني. الخطأ عندكم كان بالرسم، انتبهوا للرسم. انتم كلكم عندكم دالة الازاحة للموجة هي x يساوي x ماكسيمم في كوساين دبليو تي اوميجا تي. اشتقها عشان طلع السرعة، يساوي ناقص اوميجا x ماكسيمم ساين دبليو تي، والاي همتين مشتقة السرعة، ويساوي ناقص اوميجا تربيع x ماكسيمم كوساين دبليو تي. شوف هذا وسم اعلى قيمة للديسبليسمنت هو اكس ام، فاذا اكو اكس ام زائد لي فوق بعلى وسم ناقص اكس ام اسفل النقطة. عشان الدالة عندي كوسين، ارسم دالة كوسين. تالي يقول لي الدالة ما السرعة هي دالة ساين بس بالسالب، فاذا ابديها من السالب وكأنما معكوس. اعلى قيمة شقد عندي هي ناقص اوميجا اكس، ها بالسالب اذا اكيد بالموجب بس زائد اوميجا اكس، تم العلم. وبالنسبه للتعجيل يقول الداله هي طلعت لي كوساين، فاذا ارسمها من نقطه اقل قيمه هي اقل قيمه ايش قد بتطلع ناقص اوميجا تربيع اكس ام، فاذا ابدي ما دام هي كوساين فتمدي من المحور الواي، بس اخلي نقطه اقل قيمه هي اكس ناقص اوميجا تربيع اكس، واصعد لي فوق وارجع انزل، لان داله كوساين ده ارسمها بس مقلوبه. اعلى قيمه هي اوميجا تربيع اكس، وهذا الخطأ مالتكم كلكم اللي صار عندكم. وتقدر تشوفون النقاط موضحة وين القيمة يصير بها 180 والتسعين وميتين وسبعين وباي قيمة 2 باي، شلون مخططة رسم واضح. ايه جايد لكم رسم، لا تعتبر من الاسئلة تساعد الطلاب على حلها. شكرا.